السلام عليكم. تبرز الأزمة اليمنية في الأروقة الدولية والتحركات الإقليمية للدول المنضوية في التحالف العربي صوب واشنطن على أكثر من صعيد، من بينها الزيارات التي تمت على عجل وتلك الزيارات المنتظرة، ولا تخلو تلك التحركات من شكات صفقات الأسلحة وأشياء أخرى. بحسب متابعين، فإن السياسة التي يتعامل معها البيت الأبيض بإدارته الجمهورية تنتهج خطا أكثر صرامة بعد 8 أعوام قضاها في الحياة السلبي، خصوصا فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط. فكما يبدو أن هناك ثمة تفهم واضح لطبيعة التهديد الإيراني للسلم اليمني والإقليمي والعالمي من قبل الإدارة الأمريكية. تظهر أيضا وإن على خجل ملامح دور ألماني يزاحم في الملف اليمني لا تبدو واضحة نواياه، وإن كانت التصريحات الرسمية تؤكد على شرعية الرئيس هادي ودعم جهود الحل السياسي التي تقوم بها الأمم المتحدة. ما الجديد إذن على صعيد الأزمة اليمنية قد تثمره تلك التحركات؟ وهل تنسجم الإرادة الدولية مع الإرادة العربية فيما يتعلق باستعادة الدولة في اليمن ومواجهة النفوذ الإيراني؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور حديثنا في المساء اليمني. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. الملف اليمني في الأروقة الإقليمية والدولية بين مد وجزر بحسب ما تقتضيه المصالح الدولية، بينما تبدو القرارات الدولية الصادرة عن المجتمع الدولي ذاته ضمن المرفقات الورقية لمجلس الأمن. بين فترة وفترة تبرز على السطح تحركات دولية تعيد الملف اليمني للتداول من جديد، وهذه المرة كانت برلين هي إحدى المحطات التي وصل إليها ممثل الصراع في اليمن، وسط كثير من التكتم واعتبار ما يحدث ليس إلا لقاء روتينيا بين خصمين وصلا تحت بند الحرج ليس إلا. تحركات ولد الشيخ الأخيرة هي الأخرى لا تبدو ذات جدوى سياسية، خصوصا بعد فشل أهم محطة سياسية كانت كفيلة بإنجاز حلول مستدامة في مشاورات الكويت التي تملصت فيها ميليشيا الانقلاب عن الالتزام بأي حلول دون ضغوط دولية حقيقية عليها. الحديث عن الانسحاب من الحديدة كبديل عن الانسحاب من صنعاء وما حولها جديد التداولات الإعلامية والسياسية المتعلقة بما عرف بتعديل الخارطة السياسية التي يحملها المبعوث الأممي في حقيبته المتنقلة، دون إشارة على التزام الطرف الانقلابي بتنفيذ ذلك. من واشنطن ترتفع نبرة عالية تقول إن إدارة ترامب ستغير سلوك إيران والحوثيين بالقوة، وهو التهديد الأعلى منذ بداية الأزمة في اليمن. وبحسب مراقبين فإنه في حال تحول هذا التهديد إلى أفعال سيكون تحولا واضح المعالم في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة بما فيها الأزمة اليمنية. التوعد الأخير للحوثيين وإيران من قبل واشنطن جاء على لسان وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، الذي أكد أن سياسة الرئيس ترامب ستشمل أشكالا مختلفة من القوة لتغيير سلوك بعض الدول والجماعات مثل إيران وجماعة الحوثيين في اليمن. تأكيدات الوزير الأمريكي أن العمل العسكري مفيد في بعض الظروف جاء بصفته عسكريا سابقا دون الإصلاح عن طبيعة ذلك العمل، وهل سيتغير تحفظ واشنطن عن الحسم العسكري للمعركة في اليمن من قبل قوات التحالف؟ هذا ما ستؤكده المرحلة القادمة أو تنفيه. إذن نجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام. أرحب بمن ضم لنا عبر الهاتف الآن مستشار وزارة الإعلام الدكتور فيصل العواضي. أهلا بك دكتور. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام. أهلا دكتور. إذن يعني هناك تحركات دولية عديدة، زيارة أيضا لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إلى ألمانيا، ما حصيلة هذه الزيارة؟ يعني إذا ما تحدثنا بشكل نقاط دكتور فيصل. أولا ليس هناك أي تراجع في الموقف الدولي من دعم الشرعية اليمنية، وأيضا ليس هناك مساومة على المرجعيات التي أصبحت محط إجماع دولي، أيضا مرجعية الثلاث التي قبلت بها الحكومة وتتعاطي معها على أنها تكون الأساس لأي حل سلمي أو حوار قادم. وطبعا كما تعرف الميليشيات الإنقلابية من دون مفاوضة جنيف أو مشاورة جنيف حتى مشاورة الكويت لم تقدم على أي خطوة
الثقة، وهي خطوات بسيطة جدا، إطلاق سراح المعتقلين، ويعني خطوات كانت قد تم الاتفاق عليها كخطوات بناء الثقة، لكن الآن تتراجع في اللحظات الأخيرة وتركض. فطبعا مسار يعني أو رحلة زيارة رئيس الوزراء لألمانيا هي لا تختلف عن الزيارات التي يقوم بها للتأكيد يعني إطلاع المجتمع الدولي على مستجدة الوضع في اليمن وتعزيز هذه المواقف الداعمة الشرعية اليمنية والبحث عن تمويل لخطة المحكومة التي بدأت إطراحها كما شاهدنا في جنوب العراق. طيب هناك الاجتماع نعم. لأي وجهات نظر، والحكومة حريصة جدا على الأمن والسلام في اليمن، لأنها لم تكن هي بادئة بالحرب، هي مدافعة وواقفة إلى جانب الشعب، وما تعطيها مع الحل العسكري إلا أداء مسؤولية أخلاقية في الشعب الذي يتعرض لأشياء في نعم. طيب الآن الأمم المتحدة كما يبدو أنها تبحث عن إبرام هدنة في اليمن قبل رمضان، إلى أي مدى ترى أن فرص هكذا هدنة موجودة وفقا لتصرفات الانقلابيين؟ نحن كنا نحذر أنها تعامل مع كل الأطراف ما فيهم الأمم المتحدة، ولا مشروع أن هؤلاء لا يكون بأي اتفاق يبرمونه سوى أن يعني وأصدق على ذلك ما كان قد اتفق عليه مع كثير في مسقط، ثم تراجعوا هم واقفين في نقطة معينة كل ما أرادوا أن يتزحزحوا منها تملي عليهم إيران الثلاث في هذه النقطة، لأن قرارهم ليس بعيدين، ممكن يتوصلون إلى اتفاق في إطاعتهم يخرجون فتملى عليهم مواقف أخرى وهكذا ما لمسناه. ولد الشيخ أو ابن الشيخ يعني هو الآن يطرح أفكار وليس هناك مبادرة أو رؤية أممية جدا كاملة، ويطرح أفكار ومقترحات يتم التداول حولها. طبعا مع التسليم بالمرجعية بالثلاث هذه لم تعد محط نقاش أبدا. نعم. إذن أشكرك دكتور فيصل العواضي المستشار في وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير بعده ونستأنف النقاش في حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بداية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الذي ينضم الينا الان استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا. مساء دكتور. اذا هناك حضور دولي يعني يبدو كل فتره واخرى بشكل يعني يتقدم ويتراجع على صعيد الازمه اليمنيه، كيف تراه الان؟ اعتقد احنا ما زلنا بنفس المخطط، بمعنى ان التحركات الدوليه تاتي مع استعادة السلطة لبعض المواقع الجغرافية الاستراتيجية أو باتجاه العاصمة السيادية، وبالتالي ستلاحظ أن التحركات ولد الشيخ مع مقدمة التحرك هي ميركل وألمانيا كانت قبيل الحديث عن استعادة ميناء الحديدة، وبالتالي استعادة ميناء الحديدة سيعمل على استكمال سيطرة السلطة الشرعية على كامل المحافظات الساحلية، يعني ذلك أنه سيحدث نوع من خفض معنويات الإنقلابيين، وأيضا سيعمل على سرعة استعادة صنعاء وسرعة انضمام بقية المناطق إلى السلطة الشرعية. من هنا كان التحرك، وأيضا الموقف الأمريكي رغم أنه قد صرح بالتوجه، صرح أن هناك توجه جديد وأن هناك تحولات، لكن هذا الموقف يتبلور ويتشكل في إطار تحالفات دولية مع المملكة العربية السعودية. خلال هذا الفراغ تحركت، وهناك أيضا ما يسمى بالاتفاقية الإيرانية النووية مع 5+1، هذا الذي من ضمن الشروط المرجعية الشروط الغير معلنة اللي هي ما يسمى بالاتفاقية الملحقات، إعطاء وجود لإيران في المنطقة، وهذا غير معلن،
من هنا الأوروبيين كما تعلم هنا خلاف بين الإدارة الأمريكية والأوروبا، لأن أوروبا مع بقاء اتفاق تم توقيعها، ترامب ضد هذا. إدارة الجمهورية الجديدة. إذن تحرك ترامب في هذا التوقيت الرخو بهدف بقاء إيران في منطقة اليمن من خلال الحوثيين، بقاء الخطة التي تم إعدادها إبان فترة أوباما القائمة على استمرار الحوثي وصالح في الحقل السياسي اليمني، قيام فيدرالية هشة، التنازل عن حقوق الإنسان، ترتيب البيت اليمني على شاكلة بغداد، ونحن نشاهد بغداد. من هنا تحركت ميركل بقوة دفع أوروبية، لأن الأمريكان الموقف لم يتبلور، أوروبا تحركت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وبالتحديد ألمانيا، وولد الشيخ تحرك بعد ماذا؟ هناك مؤشرات بعد الحديث عن مؤتمر الاستجابة الإنسانية والحديث والذي شعرنا فيه أن الشعب اليمني يموت كل دقيقة وأن هناك تدهور أحوال معيشية، بينما ولد الشيخ يتحدث من 2015 أننا على أبواب تدهور. صحيح أن هناك تدهور، ولكن هذا التدهور في الكوليرا في أمراض الكوليرا وفي التدهور الأحوال المعيشية مدروس ومنهجي، وأنا قلته من هنا أنه مدروس ومدروس ومنهجي، ولا كانوا قادرون على إعطاء مرتبات لعمال النظافة لتنظيف المدينة ويستطيعون بذلك هناك نهب أموال، لكن هم يراهنون ويلعبون على ورقة تدهور الأحوال المعيشية وعلى أن اليمن بلد منكوب. من هنا تحركت ألمانيا. طيب بالمقابل تحرك رئيس الوزراء بن دغر وزار ألمانيا، التقى مع نائب المستشارة الألمانية وكانت هناك لقاءات. تحرك الحكومة ذلك هل يعني كان يعني نجح في وضع نوع من الحد للرؤية التي كانت موجودة بالنسبة للألمان، أم أن يبدو أنهم سيستمرون فيها؟ هناك خلل لدى السلطة الشرعية. صحيح أن لا يمكن لك أن تتحدث عن معارك عسكرية دون الحديث عن مسار سياسي، لابد. لا يمكن لأي طرف أن يتحدث عن فقط أنه حسم عسكري، لابد أن تفتح منافذ للعمل السياسي. السلطة الشرعية تريد أن تسحب هذه الورقة الأوروبية الضاغطة عليها، لأنها تدرك تماما أن الحوثيين والمخلوع صالح لن يذهبوا كثيرا، لأنهم الآن هناك سيطرة على الدولة وعلى الأموال والموارد، وهناك ملف حقوق إنسان أصبح نستطيع من خلاله إحالة كل الكبار الانقلابيين إلى المحاكم الدولية وإلى المحاكم الوطنية. نحن أمام ملف كبير للغاية، وبالتالي لن يسلموا بهذه السهولة ولن يذهبوا وفق ما تطرحه ميركل، لأن ميركل لم تعطي جديد. تحركت كما تحرك ولد الشيخ، تدهور أحوال معيشية نفس الأسلوب، استجابة إنسانية، بعدها بكم يوم أعلن ولد الشيخ عن مبادرة، بعدها تم هذا التحرك بالدعوة إلى ألمانيا. السلطة الشرعية تريد ماذا؟ أنا حتى كنت ضد عندما وضعت السلطة الشرعية ميناء الوحدي تحت إشراف الأمم المتحدة، هي خطوة جيدة لإحراج الحوثيين، لأن أنا كنت مع استعادته بالقوة، لأن تسليمه يعني كان هناك حديث عن اتفاق خفي لانسحاب اتفاق الخفي هذا أو اتفاق بالانسحاب الانقلابيين، يعني أننا قد رسمنا الانقلابيين كقوة أصيلة ينبغي التفاوض معها نص بنص، وبالتالي فائض ما يسمى فائض المعنوي للسلطة عندما تستعيد الميناء بالقوة العسكرية، هذا يعطي للسلطة أسبقية معنوية، يعطي نوع يساعد في رفع معنويات وفي استيعاب الجغرافيا وفي تحشيد الجماهير. عندما يتم الحديث عن انسحابات هذا خطير للغاية، عندما يتم تسليم الأمم المتحدة هو الحل الأوسط، بمعنى أنك تسلم الميناء للأمم المتحدة حتى يعني تقول أنك تضمن وصول المساعدات، أنك تضمن عدم حدوث كوارث إنسانية، ولكن أيضا تخسر ما يسمى بالفائض المعنوي، بمعنى أنهم سيتحدثون أنهم لم ينتصروا، السلطة ضعيفة، وأنما تم هو باتفاق مع الأمم المتحدة. طيب دعنا نأخذ يعني وجهة نظر خارج المشهد المعتاد. دكتور عبد الباقي، ينضم لنا من بروكسل الدكتور خالد حاجي، رئيس منتدى بروكسل للحكمة والسلام العالمي. أهلا بك، مساء الخير دكتور. دكتور خالد؟ أيوة نعم، مساء النور. أهلا بك، مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. كان لمركز أو منتدى بروكسل للحكمة والسلام العالمي ندوة متعلقة باليمن، وكان الندوة تتحدث حول الفوضى الجديدة في الشرق الأوسط. اليمن كانت نموذج في هذه الندوة.
ما الذي يعني وضع اليمن في رادار المنتدى؟ لماذا اليمن تحديدا؟ والله يعني اليمن يعيش وضع صعب على الأقل كما نراه نحن من الخارج. ففي حديث عن الكوليرا وفي حديث عن تمزق أوصال المجتمع، وحين ننظر إلى اليمن من الخارج يعني هذا الانطباع الذي يحصل لنا. فبالتالي اليمن ربما تكون جزء من منظومة هي متهافتة اليوم، واليمن من أضعف الحلقات التي يعني طالها نوع من الدمار، لأن المجتمع كما يبدو لنا من الخارج منقسم على ذاته وعاجز عن أن يوظف الحكمة من أجل يعني إيجاد حلول لانبعاث الأمل والحياة في المجتمع من الجو، ولبناء مجتمع يعني جديد. هذا تحدي. طيب، لأنه يعني هو حديث جاء، لأن الحديث الأوروبي عموما حول اليمن لم يكن يعني بذلك الزخم في الفترة الماضية إلى ربما بداية هذا العام، وازداد الحديث عنه أكثر فأكثر. أقصد لو تحدثنا أكثر عن وجهة نظر الجانب الأوروبي في الشأن اليمني من ناحية الأكاديمية والسياسية أيضا. والله يا أخي الكريم، في تخبط كبير وفي لغط كبير، وهناك تحاليل جيوسياسية تحاول أن تعري الواقع اليمني وتكشف خبايا الواقع اليمني، ولكن التحليل الجيوسياسي وإن كان قادر على أن يجلي بعض مظاهر الأزمة، ولكن هو عاجز عن أن يقترح حلول وأن يستشرف مستقبل أفضل لليمن. فبالتالي نحن كعرب ومسلمين هنا في أوروبا نشعر بمسؤولية أخلاقية تجاه اليمن كجزء من العالم العربي الإسلامي، فنشعر بأن هنا نحن إزاء وضع من التمزق، و يعني من المسؤولية الأخلاقية ومن الحكمة كذلك أن ننهض بهذه المسؤولية، فنسعى إلى يعني تقديم سيناريوهات من الخارج. إذا تعذر إيجاد سيناريوهات لإيجاد الحلول من الداخل، فقد يكون من الأسهل تقديم سيناريوهات من الخارج خصوصا من أوروبا، لأننا ننظر إلى الأحداث يعني في ونحن في ساعة من أمرنا، مش من الداخل، مش تحت الضغط الداخلي. طيب، بعد الحديث عن هذه الفوضى الجديدة في الشرق الأوسط في اليمن تحديدا، ما هي التوصيات التي خرجت بها الندوة؟ ما هي السيناريوهات التي ترونها أقرب لتغليب الحكمة، تغليب السلام بداخل اليمن؟ والله أولا التفاوض، يعني اللجوء إلى أو بعث من جديد مسلسل التفاوض ما بين مختلف مكونات المجتمع اليمني، هذا ضروري، شيء. ثم عقد مصالحة وطنية، واستلهام بعض النماذج، نماذج جنوب إفريقيا، نماذج المغرب مثلا، ولو هناك اختلافات، ولكن المصالحة الوطنية تبدو لنا كمدخل لإعادة يعني رسم خارطة الطريق جديدة، وكذلك لرد الاعتبار لمسار الـ يعني مسار إعادة بناء اليمن يعني ديمقراطيا، وكذلك مع مراعاة الاختلافات القائمة في اليمن. طيب، إذن بهذا أشكرك دكتور خالد حاجي، رئيس منتدى بروكسل للحكمة والسلام العالمي، كنت معنا على الهاتف من بروكسل، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا. دكتور عبد الباقي، كان يعني كنت أريد تعقيب على بعض النقاط التي ذكرها. إذن هو يقول التفاوض و عقد مصالحة وطنية، استلهام بعض النماذج من جنوب إفريقيا والمغرب تحديدا، وين اختلفت يعني النماذج هذه؟ أعتقد أن المسألة أكثر تعقيدا مما نحن لسنا في طروحات طوبوية أو مثالية، نحن أمام مشاريع انقلابية، مشروع سلالي ومشروع عائلي. بالتالي عندما نتحدث عن تفاوض وعن مصالحة وطنية، أولا التفاوض ينبغي أن يكون وفقا لمرجعيات، هذا واضح، له مخرجات، وبالتالي هناك انقلاب وهناك سلطة شرعية معترف بها دوليا. المصالحة الوطنية لابد أن تكون الطرف الرئيسي الداعي والراعي السلطة الشرعية، وفقا لتجربة جنوب أفريقيا ولا الأرجنتين، غوانتنامو،
في فنزويلا أينما أرادوا ذلك. لا نستطيع أن نتحدث عن عدالة انتقالية إلا في وجود السلطة وموافقتها وبرعايتها. بالتالي نحن عندما نتحدث عن تفاوض، التفاوض بين من ومن، وتفاوض على ما هي الأسس، على أننا نقبل السلطة الواقعية. عندما نقبل السلطة الواقعية لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية، تصبح مصالحة قبلية، بمعنى أن نراكم الثأر والجريمة لأبناء في المستقبل، وليس في المستقبل البعيد، خلال عامين أو 3 أعوام نذهب إلى معارك أكثر دموية وأكثر يعني تكلفة وطنية. بالتالي أعتقد ما الذي حدث؟ الحدث منذ البداية أن هناك توجه دولي يريد أن يخلق استقرارا هشا يتجاوز المصالحة الوطنية ويتجاوز الحديث عن انقلاب وشرعية، رغم أن الأمور واضحة، لأن هنالك مشروع يمني يتحرك. وسأعطيك مثلا ما يحدث في اليمن حتى من إعلان المجلس، يندرج في إطار كردستان، ينطرق في إطار نموذج العراقي في اليمن، بمعنى أن تكون المناطق الجنوبية كردستان اليمن، بمعنى أن يتم هناك إدارة ذاتية لفترة. لذلك توقفت المعارك عند خطوط 90، لأن هناك اتفاقيات وهناك كان تعاون وحوار بين جزء من الحراك والإيرانيين، لأن إيران لا يمكن لها أن تحكم اليمن برمته لأن تكون أغلبية سنية، ولا يمكن لها ولا يمكن للدول الكبرى أن تسلم المنافذ البحرية لإيران. بالتالي يعني تتحدث عن اتفاقيات، يعني من يقوم بها؟ هناك اتفاقيات تمت مع إيران والدول الغربية في قبل مرحلة أوباما لتوقيع على الإيران، وهناك كان مشروع ما يسمى مشروع لويس، بمعنى هو إيجاد ما يسمى بالثنائيات. هذا المشروع دائما عندما نتحدث نحن الأكاديميين نتهم بأننا ننظر، ولكن أنا لا أنظر الآن. أنا لدي الآن أكراد، ولدي سنة وشيعة، ولدي الآن مناطق جنوبية، ولدي، بالتالي لا أنظر. نحن الآن نصف ماذا يحدث. الحديث عن هناك من خطط منذ 80s لما حدث اليوم. بالتالي نحن إذا كان لدينا نخب حقيقية ينبغي أن تهندس المستقبل وفقا لرؤية استراتيجية. لا يمكن لليمن أن تتأسس أو نؤثث المستقبل لأولئك القصري النظر. بالتالي ينبغي أولا أن نصف الأطراف بمسمياتها. هناك نوع من التغاضي الدولي لأسباب تتعلق باستمرار الحوثيين، وهناك تغاضي دولي لبقاء اليمن مشتعلة ومنفجرة وفيها جماعات متطرفة ليتم تدخل في السيادة الوطنية، وهناك أيضا أوروبا التي تريد أن تزرع الحوثيين، أقولها بوضوح، تريد أن يبقى الحوثيين في الحقل السياسي اليمني وفقا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها، وفقا لإيجاد منطقة عدائها الأول لإيران وليس لإسرائيل. نحن لن نتحدث عن مثاليات. بالتالي على اليمنيين إذا أرادوا حتى في أبناء المناطق الجنوبية في هذا التوقيت، الآن كيف للسلطة الشرعية أن تحاور، الآن السلطة الشرعية كيف تقول لي أنك ستقوم على الدفاع عن مصالح الجنوب، ستذهب إلى ألمانيا وأنت تمثل ماذا؟ تمثل الكيان الجنوبي. هل كل من اجتمع في ميدان وقال أنه يمثل الإرادة العامة، نحن في أثينا نحن نتحدث عن اجتماع في ميدان ثم نقول أنا مفوض من الشعب الجنوبي؟ نحن نعيش الآن في العالم الافتراضي، نعيش في الدول الديمقراطية، نشاهد الحديث عن هذا الكلام خطير. دعني أكمل بس فكرة. يعني هو رئيس الوزراء تحدث على أن ما حدث في عدن كان محاولة انقلابية تم احتوائها الآن. ينبغي يعني أركز على كلمة تم احتوائها، وهل تم احتوائها؟ لا، شوف، الحديث عن تم الاحتواء خطاب سياسي. نحن أمام خلل بنيوي، بمعنى أن تركت مدينة عدن أن تكون مدينة طاردة، شكلت كيانات عسكرية فوق وطنية، وتحدثنا من هنا عن الكيانات فوق وطنية. لا يمكن لك أن أنت تشاهد بعينيك، ولو كان لم يصدر هذا القرار لكان نحن دخلنا في مشروع كردستان وليس في المشروع الليبي. ليس هو حفتر، هناك مشروع فك ارتباط واضح، فك الارتباط إلى مؤسسة عسكرية، مؤسسة أمنية، هيمنة إدارية، وقدرة على إدارة الحياة اليومية، لأن المخلوع صالح ركز كل شيء في العاصمة صنعاء كما كان الأكراد في العراق. وبالتالي ينبغي أن ندرب هؤلاء، المشروع كان واضح. لماذا عينت هؤلاء كل الذين الآن تمردوا؟
هم معينين رسمي، لماذا تقوم بالتعيينات بهدف أنك تكسب الشارع وتركت المواطنين يدوسون على العلم الوطني ولا تحتفل بعيد الوحدة؟ أنت ينبغي أن تكون الدولة، ثم لماذا تركت عدن تكون مدينة طاردة حتى للسلطة الشرعية ولم تكن نموذجا نستطيع الاحتذاء به؟ بالتالي الحديث عن تم السيطرة هذا خطاب دبلوماسي، نحن بحاجة إلى تم السيطرة وفقا لرؤية، يعني الموضوع أكبر من تم السيطرة، الموضوع ينبغي أن يكون هناك تحالف بين دول التحالف، وضوح وشفافية، حد الصراخ بمعنى أن تتحدث بين دول التحالف وعن بشكل واضح وصريح ومؤلم، وأن تتحدث مع أخواننا في الجنوب وتقول لهم لا يمكن لك أن تكون شريك لدول التحالف وأنت الآن تؤسس لكيان في خاصرة المملكة العربية السعودية. كل ما قمنا به الآن من عاصفة الحزم فقط نفذ المشروع الإيراني، بمعنى أوجدت الحشد الشعبي، أوجدت حزب الله اليمني، أوجدته في مؤسسة الدولة، هؤلاء لهم مشاريع اقتصادية مسيطرين على العقارات، بالتالي ما الذي أنت تتحالف؟ عندما تتحدث من أنت حتى تتحدث أن لك علاقات مع دول الجوار؟ بالتالي دعني أكمل الفكرة، أقول الحديث ينبغي أن يكون بموضوعية، لابد من الحديث مع أبناء المنطقة الجنوبية بأنهم ليس لهم هذا المجلس لن يعيد لهم المظلمة، بالعكس لا يمكن لهم أن يفكوا ارتباط على حساب بقية مكونات المجتمع، ينبغي أن يكون هناك توافق وطني، اتفاق على كيفية ترتيب البيت اليمني بشكل جماعي، كيف يمكن نحقق المصلحة الوطنية، الحديث عن هذا هراء. طيب دكتور، الآن هناك أيضا يعني تصريحات من قبل الإدارة الأمريكية، وزير الأمن الداخلي تحدث على أن هناك يعني إرادة لتغيير سلوك إيران وجماعة الحوثي بالقوة، الآن هكذا تصريحات تؤخذ على محمل الجد أم أنها تؤخذ في إطار التجهيز للمؤتمر الذي سيضم المملكة العربية السعودية ودول إسلامية كثيرة مع الرئيس الأمريكي المتوقع خلال أيام؟ الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة أكيدة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف، وبالتالي ولا يمكن لهذا التحالف أن يكون قائم في حال بقاء خاصرة المملكة العربية السعودية في خطر، يدركون تماما، والمملكة العربية السعودية تدرك بوضوح وبوعي، ويجب أن يعلم الحوثيين وغير الحوثيين بأن لن يكون لهم وجودا عسكريا في مكانهم، لأن المسألة تتجاوز اليمن نحو الأمن القومي الخليجي والعربي. ومن هنا الأمريكان يدركوا أنه إذا أرادوا أن تكون العلاقات تحالفية، لأن ترامب في البداية أعطى الصلاحيات للمؤسسة العسكرية وعدل في استشاراته وانتقل من الخطاب الانتخابي إلى الاستراتيجية الدولية وإلى الرؤى عقلانية وإلى ما يسمى حراس، في هناك حراس الديمقراطية وهناك حراس المصالح الأمريكية. الآن نتحرك وفق رؤية، الرؤية بتقول ماذا؟ أن اليمن ستكون هي أرض المعركة الأولى مع إيران، وبالتالي أعتقد أن أي تأسيس لعلاقة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية ستأول خطوة أو حجر الأساس هو الحوثيين في اليمن، ولهذا لا مجال أمامهم غير يعني الانصياع وتسليم السلاح، وأنا أقولها بوضوح ودون تعصب، وتحمل استحقاقات الانتهاكات. هؤلاء ارتكبوا بحق الشعب اليمني جرائم، بعتقد نحن بحاجة إلى وضوح وبحاجة إلى أن يدركوا أنها المسألة مسألة وقت، وأن الرهان على تجويع الشعب اليمني سينعكس عليهم. طيب دكتور، دعنا نشرك معنا في النقاش الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء طيار المتقاعد محمد القبيبان، أهلا بك سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. حياك الله سيادة اللواء. إذن الملف اليمني يبدو واضح في الأروقة الدولية خلال الفترة هذه، هناك حديث أمريكي متكرر حول الجدية في مواجهة الإرهاب وإيران في المنطقة، لكن في اليمن يبدو أن مواجهتهم للإرهاب عبر ضربات لتنظيم القاعدة هي أكثر مما تبدو في مواجهة إيران وأذرعها، أقصد يعني تحديدا ميليشيات الحوثي والانقلاب. هل يعني كيف تقيم المسار الأمريكي إلى الآن بعد التغير الأخير قبل 4 أشهر للإدارة الأمريكية؟ والله بصورة عامة هو يعني لا يجب الاستعجال في تقييم الوضع الحالي
الدولي والعالمي للقضية اليمنية، وما هو الدور الذي تقوم به القوى الدولية والقوى الداعمة للقرار 2216، خاصة لما نتكلم زي ما ذكرت حضرتك عن الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية كان هنالك عمليات عسكرية زي ما تفضلت ضد الجماعات الإرهابية سواء القاعدة أو داعش، وكانت هذه العملية أو العمليتين إلى ثلاث عمليات نوعا ما ناجحة، ولكن ما كنت آمل وما كنت يعني أطمح إليه أنا في ظل أن هنالك يعني وضوح رؤية نوعا ما استراتيجية سياسيا في المنطقة، وتتكلم على النظر إلى الإدارة الإيرانية والنظام الإيراني لأنه هو المسبب الأول للمشاكل في المنطقة. فكنت شخصيا أنا أتوقع بأن تكون هنالك يعني كما يقول المثل، حضرتك عارف أستاذ المشاهدين، أنه عنتر كان يضرب الجبان مرضى ينخلع لها قلب الشجاع. هذا ما كنت أتمنى من أن تقوم الإدارة الأمريكية في بداية انتقال الإدارة بأن يتم التعاون وبوضوح مع قوات التحالف لمحاربة الإرهاب ومن مسممي الإرهاب مسببي الإرهاب في المنطقة. ولكن ما رأيت أنا بأن الوتيرة بدأت تنخفض، على ما أعتقد أن هنالك يعني انتظار إلى القمة التي سوف تحدث بعد كم يوم في الرياض. يعني فخامة الرئيس بيوصل للرياض يقابل خادم الحرمين ودول قادة مجلس التعاون وكذلك الدول العربية والإسلامية. سوف يكون هنالك خطاب واضح يعني يربط ما كان يتحدث به فخامة الرئيس الأمريكي أثناء الحملة الانتخابية، ألا وهو أمن المنطقة ومحاربة الإرهاب. قد تتبلور من هنالك رؤى واضحة، وقد نستطيع نحن كمحللين عسكريين، والأخ عبد الباقي عندك يتكلم على الموضوع السياسي، نستطيع من هناك أن ننطلق، وكذلك العملية العسكرية برمتها والعملية السياسية في اليمن تنطلق. يعني تحدث ضيفك وضيفك اللي قبل أمس عن أن هنالك نوعا ما قيود، أنا أشك في وضع القيود، ولكن أنا أتوقع أن هنالك يعني لم يعاد ترتيب البيت اليمني بتطور الأحداث. بقينا على أنه الحديدة هي الحاجز الرئيس، نعم هو شيء مهم يعني تحرير الحديدة وإعادتها، ولكن لا يعني هذا أننا لا نتحرك في المجال الذي يعني الذي نرغبه سياسيا وعسكريا. على العموم الدور الأمريكي أنا أعتقد سوف يتضح بعد الزيارة فيما يخص الأمن والإرهاب. طيب ألم يتضح التقدم في العمليات على سواء السياسية أو العسكرية؟ يعني إلى الآن ألم يتضح، يعني خاصة هناك كان حديث لوزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي إذا لم أكن مخطئا على أن واشنطن ستغير سلوك إيران والحوثيين بالقوة، هكذا حديث يأتي تمهيدا لهذه القمة أم أنه تحديث جاد فعلا لسياسة أمريكية ستنتهج في الأيام القادمة؟ أشوف التصريحات سيدي الفاضل غير الوقائع والعمل، يعني حتى يعني أنت عارف إنه حتى النظام في الولايات المتحدة لا يسمح للرئيس ب يعني القيام بعمليات عسكرية ما دام أن هنالك لا يوجد خطر على الأمن القومي الأمريكي. يعني عندنا في ذلك يعني أحداث حدثت كبيرة، أحداث سبتمبر عندما تم القيام بغزو العراق وغزو أفغانستان، لكن العمليات العسكرية التي أو ما أتوقع أن تقوم به في ظل هذه التصريحات أن يكون هناك ضغط دولي ودولي جاد على النظام الإيراني. يعني النظام الإيراني هذا الذي يعني تمدد في المنطقة ويعني استمد قوته بالاتفاق النووي، لابد أن يحجم، لابد أن يعاد النظر فيه، ويعاد النظر فيه بسرعة أسرع مما تم الاتفاق عليه. يعني لا يأخذنا النظام الإيراني مع المتفقين 5+1 وتطول هنالك مفاوضات وتميع القضية اليمنية، ونصبح نحن يعني في أمر صعب جدا في المنطقة. طيب، لا نستطيع أن نتجه نظرا للقيود ولا نستطيع أن نترك الأمور كما هي نظرا لأن هنالك فعلا
في دعم إيراني واضح للانقلابيين. طيب وفقا لذلك سيادة اللواء، يجب أن تكون متواكبة مع العمل العسكري، ولكن لننتظر، لأنه أنا شخصيا أقول لك في حاجة، بس اسمح لي أضيفها. تفضل. عادة عندما يأتي رئيس إلى الولايات المتحدة تأخذه 6 أشهر تقريبا 180 يوم حتى يتم بلورة اللي هي الاستراتيجيك ناشونال بوليسي، 6 أشهر من قبل السياسة، من قبل المدرسين في الجامعات أو الدكاترة في الجامعات، وحتى ضمن اللي هو ناشونال سيكيورتي كونسل يطلعون بتصور واستراتيجية واضحة، وهذه الاستراتيجية سوف توضع على مواقع التواصل وسيتم الاطلاع عليها، ومن هنا نستطيع أن نحدد ما هي الرؤية الواضحة للولايات المتحدة. في الرؤى السابقة كان هنالك وضوح، لأنه الخطوة الأولى الاستراتيجية الأمريكية تعمل على أنه أمن إسرائيل كخطوة أولى. هذه كانت في فترة أوباما السابقة وكانت ضمن الفترتين. لنرى، وهي الآن يعني أعتقد أنها في آخر أيامها للإعداد والخروج منها، ومن ثم نرى ماذا سوف ينظر إليه السياسة والأمريكان والداخلية، وكذلك CIA والFBI، كافة المؤسسات الأمريكية، لنرى وجهة نظر الرئيس الحقيقية في الوضع العالم. إذا أشكرك الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء المتقاعد محمد القبيبان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. دكتور، هل تتفق مع هذه، يعني إذا ما صح التعبير، أن هذه الرؤية ربما متشائمة من الدور الأمريكي، أو على الأقل لا تجد وقائع على الأرض، هل تتفق مع ذلك؟ أنا أخذها من منظور آخر. دائما المنطقة العربية والقادة العرب لا يستطيعون أن يضعوا استراتيجية ثم يروضون أو يضعون يموضعون الدول الكبرى في سياق هذه الاستراتيجية. دائما الآن العالم الإسلامي يجتمع ويتحدث عن وجود ترامب ليضعوا استراتيجية لابد من موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا خطير على مستوى الآن المنطقة العربية. هناك غياب لمصر من الساحة العربية، هناك العراق أصبح مجالا إيرانيا، سوريا الآن على أصبحت يعني دولة متلاشية تقريبا، ونحن أيضا في الوضع الليبي ووضع اليمني. بالتالي هناك الآن المملكة العربية السعودية هي في واجهة المشهد، وأعتقد أن الحديث عن ربط مصالحنا الاستراتيجية بالرؤية الأمريكية في غاية الخطورة. بالتالي في لحظات تاريخية ينبغي أن نحقق مصالحنا الاستراتيجية. بالتالي لماذا ننتظر؟ انتظروا العرب عندما كان أوباما في السلطة، كانت الحرب في سوريا بالوكالة، حتى خرجت سوريا من تحت السيطرة العربية. يعني انتظروا حتى أصبح واقع مختلف. لماذا؟ لأنهم يراهنون على الرؤية الأمريكية. تركوا العراق حتى أصبح مجالا إيرانيا، تركوا هكذا ليبيا، والآن اليمن ما زال حتى الآن صحيح هناك معركة شرسة، ولكن هناك أيضا تباين في وجهات النظر، وهذا التباين أنا أستغرب عليه، لأن هذا التباين من مصلحة دول الخليج العربي أن تكون اليمن موحدة فيدرالية أو حتى دولة بسيطة أو متعددة الأقاليم مستقرة وجزء من هذا النسيج، لأن تركوها في السابق ووصلنا إلى ما نحن إليه. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هناك تحول بالفعل في استراتيجيتها، وهناك أولوية لإسرائيل، ولكن أيضا أعتقد أنها ستقايض على أمن السعودية مقابل بعض الاتفاقيات لتحافظ على إسرائيل، لكن لن تقوم بتقويض إيران بشكل لا ليس بالشكل المطلوب، لأن الذي يخطط هناك استراتيجيات، وبالتالي إيران ينبغي أن تكون العدو رقم واحد، يعني من باب خلق صراعات أم من لا باب من باب أن يكون التسليح. الآن هذا الثارات بين السنة والشيعة، هذا البون، لأول مرة هناك فجوة وفصل واضح بين السنة والشيعة، أصبحت إيران غير مرغوبة في البلدان التي تواجدت فيها. هذا هو المطلوب، المطلوب أن يكون هذه الفجوة، أن تكون إيران مقلقة للمنطقة العربية، وبالتالي هم سيقوضون، يعني سيضعون خطوطا لإيران، وليس تقويض إيران، لأن بقاء إيران مطلبا إسرائيليا، لأن بقاء إيران مقلقة ومهددة يعني أن التسليح سيتم شراء أسلحة بشكل دائم لتوازن استراتيجي مع إيران وليس مع إسرائيل.
طيب يعني الآن يعني في إطار هذا الحديث عن الاستراتيجية العربية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، هناك حديث لواشنطن بوست أو مقال هناك تحدث على أن هناك أفكار أمريكية بوضع أو تشكيل كيان عسكري جديد يمثل ناتو في المنطقة العربية، السعودية، الإمارات، مصر والأردن كذلك، مع الحديث عن صفقات لأسلحة قد تصل إلى ما بين 98 مليار إلى 128 مليار دولار ما بين الولايات المتحدة والسعودية. هل يصب ذلك فيما تتفضل؟ نعم، لأن الناتو ضد من؟ ضد إيران. العرب قضيتنا الأولى كانت هي إسرائيل وفلسطين، بالتالي عندما نتحدث عن ناتو يعني أن تكون أمريكا لاعبا رئيسيا ومول بالسلاح، وأن تكون كل هذه الناتو موجه نحو المخاطر التي تهدد المنطقة، وهي مخاطر إيران، وهذا هو المطلوب. بالتالي إسرائيل ستكون حليفا رئيسيا وستكون حليفا لبعض البلدان العربية لمواجهة هذا الخطر. طيب من الذي دفع لذلك؟ يعني لماذا أصبحت الآن الوجهة العربية بشكل أكبر نحو إيران أكثر مما كانت؟ ليس الوجهة نحو إيران، المواجهة نحو إيران، لأن إيران تم اتفاق اتفاقيات بموافقة مباركة إسرائيلية، لأن الغرب ينظر إلى إيران بأنه يمتلك نفس المرجعية الغربية في التفكير، بمعنى أنهم لا علاقة للمعتقد بأفكارهم، هم يتعاملون بمعنى البراغماتية أو مثلا التقية، وبالتالي هذا يحبذه الغرب. الإيرانيين ليس لديهم مبادئ وقيم دينية، لديهم سياسة واضحة، وبالتالي قادرون على التعامل مع الفكر الغربي ويحققون مصالحهم، ومن هنا هم في يقومون بدور متفقا عليه. ما قاموا به الإيرانيين في بغداد متفقا عليه، ما قام به الإيرانيون في اليوم متفقا عليه. لكن هناك تحول بعد أن حقق هذا المشروع الغربي، وهو مشروع إسرائيلي حتما. وقد يقول البعض نحن من نظرية المؤامرة، الموضوع واضح، لأن الآن التوجهات، الآن من يتحدث عن القضية الفلسطينية، من يتحدث عن فلسطين، من يتحدث عن هذا المشترك العربي، نحن الآن نتحدث عن إيران، عن الخطر الإيراني، عن التسليح، عن ناتو يواجه إيران. نحن بحاجة إلى أن نضع استراتيجية تحقق مصالحنا العربية، والحديث عن هذا التحقيق ينبغي أن يكون بتغيير الآليات العربية تتحول. الآن نحن في دول التحالف لم نتمكن من حماية أمننا القومي نظرا لوجود نظريتين، ونحن دول خليجية متقاربة لم نستطع ذلك. كيف الحال أن ندير معركة كبرى؟ إسرائيل تدور المعركة من هوليود إلى الصحف إلى التأثير على الصناعة الأمريكية إلى اللوبي الأمريكي إلى الاتفاق مع إيران، إلى الآن أن تقوم باتخاذ قرار، عندما يتخذ قرار بيهودية الدولة العبرية لن يكون هناك هما عربيا ولن تهتم الدول العربية، لأن الخطر الآن في إيران. ثانيا، أصبح البيئة الإسلامية فيها نوع من ما يسمى بالذاكرة المثقلة بالثأر، لأنه قد تم بث كثير من الصور في وسائل الاتصال وفي الوسائل التلفزيون للعنف السني الشيعي، قد تم خلق جروح. والآن مثلا نقول لأبنائنا في اليمن ولإخواننا ولليمنيين وأبناء مجتمعنا اليمني أن الحوثيين كانوا أداة إيرانية بهذه الجروح، كانوا أداة إيرانية لخلق نفور بين أبناء اليمن سنة وشيعة، وخلقوا هذا الجرح حتى يكونوا أداة بيد إيران. نحن بحاجة إلى استراتيجية عربية، وعلينا نحن قبل أن أختم بالنسبة لليمن على السلطة الشرعية أن تضع استراتيجية صارمة ومؤلمة، مؤلمة أقول مؤلمة، وأعتقد أن لديها قصور حاد وقصور منخفض في إدارتها للشأن العام. عليها أن تعيد استراتيجيتها مع دول التحالف ومع المكونات في الداخل. أشكرك أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات طاقم العمل محمد المقبلي ومنصور النقاش، وأنا وجيه السمان وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.